أعلنت تركيا أنها ألقت القبض على عناصر إرهابية من مقدونيا على أراضيها وقامت بترحيلهم. وفي خدم الصراع مع الأكراد تم الإعلان عن مقتل جندي وإصابة 5 عناصر أمن بانفجار شرق تركيا. قتل مجند وأصيب 5 من عناصر الأمن التركي بانفجار استهدف آلية مدافعة كانوا يستقلونها بمنطقة هكاري شرق تركيا. وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية المقدونية أن تركيا طردت 5 عناصر متطرفة مقدونيين إلى بلادهم بعد أن كانت أوقفتهم قبل التحاقهم بالإرهابيين في سوريا. وقال المسؤول المقدوني أن أعمار هؤلاء تتراوح بين 18 و 24 عاما، وأن 2 منهما أصيبا بجروح بالغة حين حاولا الفرار عند توقيفهم. وفي شأن متصل، أطلق ناشطون أكراد 4 صواريخ على مطار ديار بكر في جنوب شرق تركيا دون سقوط ضحايا. وسقطت الصواريخ في منطقة خالية على مقربة مركز مراقبة للشرطة في المطار، ما تسبب بانفجارات سمع عدويها في المدينة وأسفرت عن تحطم الزجاج بعض النوافذ. وأشارت وسائل الإعلام التركية أن الشرطة قد توجهت إلى المكان، ولكن لم ترد تقارير عن أي قتلى أو جرحى. ولفت التقارير إلى أنه تم إغلاق طريق المؤدية إلى المطار وعلقت رحلات بعيد الهجوم.